أولى أخبرنا إنه يعني مصر مستمرة في المساعدات اللي بترسلها إلى لبنان الشقيقة، وآخر المستجدات في هذا الموضوع إنه في طيارتين تم إقلاعهم، طائرتين نقل عسكريتين من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وده بلبنان الشقيقة. دي عاشر الرحلات الجسر الجوي اللي محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية، تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات المجتمع المدني بمصر، وده طبعا استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم إلى الأشقاء في لبنان لتجاوز الأزمة الراهنة، اللي طبعا يعني كانت هذه الأزمة الخاصة بانفجار اللي حصل في مرفأ بيروت. فما زالت مصر مستمرة بالمساعدات اللي بتقدمها إلى لبنان، ودي عاشر رحلة بتقدمها مصر ليعني دولة من الدول الشقيقة لينا.